نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. مرحبا بكم الناس الكل، هذه النقطة الصحفية باش نعطيكم متابعة للتلقيح ضد وباء كورونا، شنو اللي وصلنا له إلى حد الآن، وخاصة شنو المجهود الوطني اللي يلزم يكون موجود باش نوصلوا للهدف متاعنا. ما ننساوش وأنه اليوم احنا في حملة وطنية للتلقيح ضد هذا الوباء. هذه الحملة الوطنية عندها أهداف، والأهداف هذوما يهموا المجموعة الوطنية ككل، بمعنى وأنه لا تهم فئات، لا تهم أشخاص، لا تهم قطاعات، هي تهم الدولة التونسية، والهدف متاعنا هو أنه نوصل للأهداف بصورة عامة، وما نجموش نوصل لهم بمجهودات منفصلة كل على حدة. احنا في الاستراتيجية الوطنية، وكما سبق وانه تم بيانه في ندوات صحفية سابقة سواء على مستوى رئاسة الحكومة او على مستوى وزارة الصحة، هو انه هناك اولويات. انطلقت حملة التسجيل، هناك اللقاحات اللي تبعوا في الوصول امتاحها لتونس، والطريقة اللي احنا بدينا نسجلوا بها. ولكن اليوم المعطى الاساسي اللي نحبوا نركزوا عليه، وانه العمل هذا الكل مبني على معطى اساسي هو انخراط المواطنين. هذا الانخراط يقوم اساسا على الانخراط في التسجيل. لماذا هذا الانخراط في التسجيل؟ لانه التلقيح يهم الصحة ويهم الجسد اساسا، وهو من الخيارات الشخصية الأساسية لكل شخص، اللي ما نجمو ننجحوا في العملية هذه الا اذا كان يكون الخيار هذايا الخيار الشخصي يتم من خلال التسجيل عبر المنظومة. المنظومة هذه متاع التسجيل كانت بمجهودات كبيرة من قبل معناها الناس اللي خدمت عليها، بالمشاركة متاع وزارة الصحة، وزارة تكنولوجية الاتصال، والفنيين والخبراء اللي هما من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وضعوها على ذمة التوانسة. وشفتوا وأنه الأعداد متاع المسجلين رغم وأنه احنا نحبهم يكونوا أكثر، ولكن مشاو وارتفعوا. الارتفاع هذايا احنا نحبوه شامل. شو معناها شامل؟ اليوم راهو التوانسة بخلاف التلقيح انه نشوفوا الزريقة يشوفونا نزرقوا، من المهم جدا انه احنا يكون عنا النظرة الشاملة لكل التونسيين اللي باش نلقحوا لهم، باش الاستراتيجية متاعنا تكون واضحة للتوانسة، على خاطر احنا وقتها باش نعملوها على اساس كل المسجلين وعلى اساس المنظور العام لكل الناس باللي باش يجيونا. اليوم هذايا يحتاج منا الكل عمل، العمل هذايا مع الصحفيين، ولكن احنا بدينا ايضا على مستوى العمل المشترك مع المجتمع المدني الفاعل على الميدان، باش نقبلوا على التسجيل، باش نمسوا الفئات حسب الاولويات اللي احنا عملناهم. تعرفوا انه الاولويات تم ضبطهم حسب الناس اللي هما عندهم الخطورة في تعرضهم لفيروس كوفيد، واللي هما بداوا بالناس اللي أعمارهم أكثر من 75 سنة، مهني الصحة. وشفتوا المجال هذايا اليوم مثلاً الناس اللي هما في العمر أكثر من 75 سنة، عنا الطرق باش نوصلوا لهم، بدينا نمشي لهم حتى في ديارهم بالتنسيق مع الجمعيات، بالتنسيق مع الناس اللي نجموا يدقوا على الناس هذوما ويسجلوهم بخلاف التسجيل الإرادي. ولكن اليوم احنا في حاجة انه الناس اللي تنجم تسجل وحدها، اللي عندها اكسي لتليفوناتها، اللي عندها اكسي للمنظومات، وانها تقوم بالتسجيل هذايا. من ناحية اخرى بالنسبة للدفعات متاع التلقيح اللي قاعدة تجينا، هناك البلانينج معناها المخطط اللي احنا حسب الشراءات او الانخراط متاع تونس في مختلف المنظومات اللي قاعدين نتابعوا فيه، وقاعدين نتواصلوا احنا تونس دولة في العالم، ونتواصل ونقوم بكل مجهودنا في الإطار العالمي اللي انتم الكل تتابعوا فيه وتشوفوا انه هذايا
أمر كل الدول تسعى ليه، وإحنا كدولة تونسية حارسين عليه، ولكن كدولة تونسية بالمجهود متاع القوى الوطنية متاعنا الكل، وإحنا والحمد لله كقوى وطنية ما هيش الحكومة فقط وإنما القوى الوطنية متاعنا، الناس الفاعلين اللي هما من إعلاميين من ناس تمس القطاعات وإلى غير ذلك، فالكلنا مع بعضنا في الإطار هذايا. الدكتور هشمي الوزيري نجم يعطيكم أكثر معطيات إحصائية وأرقام حول مختلف التلقي هذه. تفضل سي هشمي. شكرا. حبيت نقول خاطر هذا سؤال يرجع باقي، شنو ما تلقيح اللي باش يجيو باش نذكرهم لكم بالضبط. فما 30,000 تلقيح اللي جانا ديجا واللي شرعنا به هو سبوتنيك اللي قسمناهم على اثنين، فما جرعة أولى وجرعة ثانية، الكلهم يتقسموا على اثنين، جرعة أولى وجرعة ثانية. أوكي، دونك 30,000. من بعد عندنا اللي جانا توا 93,600 اللي لهين نستعملوا فيه هو تلقيح بفايزر، جانا نهار 17. اليوم جاو 200,000 جرعة من تلقيح سينوفاك هيبة من الصين. نهار 2 أفريل باش جينا وفيها هذيك 3 دفعات توا اليوم متأكدين في نطاق على الشراء المباشر مع بفايزر، كل دفعة فيها 85,410 بالضبط. واحدة بتجي نهار 2 أفريل، واحدة بتجي نهار 12 أفريل، واحدة أخرى نهار 26 أفريل، هذوما متأكدين. إضافة إلى هذا فما دفعة أخرى متاع سبوتنيك 100,000 نهار 17 أفريل، ودفعة أخرى ثالثة تاع سبوتنيك ب 100,000 نهار 30 أفريل. دونك هذا يمكننا باش نبداو معناها ونكملوا في النسق التصاعدي عملية التلقيح حسب الأولويات اللي ذكرتهم السيدة الوزيرة. نعرفش كان فما أسئلة ولا تفضل. شكرا سي الهاشمي. حبيت نعرف الأعداد اللي مسجلين حد اليوم في الإيفاكس، واثنين قديش وصلنا من يعني من شخص تم تطعيمه خلال الفترة هذه، يعني بعد 12 يوم أو 13 يوم من انطلاق حمل التلقيح. أوكي، اللي مسجلين توا أقل شوية من 700,000 اللي هما كانوا معناها الليلة اللي بدينا عملية التلقيح كانوا 500,000. دونك فما ناس اللي والحمد لله معناها انخرطوا في المنظومة وسجلوا معناها حوالي 30-40% من اللي بدأت عملية التلقيح. دونك 700,000 مسجلين، أقل شوية توا 680,000 لهين يتزادوا، واللي خذوا التلقيح إلى حد الآن أكثر شوية من 32,000. كيف بدأ في ناس تصاعدي من الأول، صاروا معناها استدعاءات معناها والناس ما جاوبتش برشا في عدة أسباب بما فيهم السبب متاع الناس اللي خاصة طاقم صحي اللي مرضوا ديجا، دونك ما مشاوش بطبيعتهم وبعد حسلوا. دونك توا ولينا خلطنا حتى النسب متاع الناس اللي جي وصلت ل 60-70% وماذا بينا يكملوا. دونك هذه هي الأرقام اللي عندي توا. برشا أطباء في على صفحاتهم الشخصية يقولوا اللي مش تكون ثم موجة ثالثة من كورونا ومش تكون الموجة هذية عنيفة وتنجم نوصله حتى للسيناريو البرازيلي. بما أنك رئيس اللجنة العلمية، أسكو تنجم تأكد لنا الأخبار هذية ولا تنفي؟ لا، ما نجمش نأكد الأخبار هذية. اللي فما اللي نشوفه فيه توا في برشا بلدان فما التخوفات صحيح. علاش؟ على خاطر النسبة متاع الناس اللي هي تلقات المرض ولا كانت في علاقة مع الفيروس ما نعرفوهاش بالضبط قديه، لكن ما خلطتش النسبة اللي ما تمكنش الفيروس باش ما عادش ينتشر. احنا فما دراسة توا بدات هي البحث على المضادات عند الناس بصفة عامة تشمل البلاد الكل، باش تعطينا ان هي النسبة متاع الناس اللي عندهم المضادات معناها الناس اللي كانوا في علاقة مع الفيروس. اللي مرضوا نعرفوا العدد نتاعهم، لكن نعرفوا اللي فما ناس ما مرضتش وما مشاتش للمستشفيات وعملت عدوى بلا اعراض، هذاكم نحبوا نثبتوا فيهم. دونك هذاك باش تمكننا باش نعرفوا مدى الحمايه نتاع المجموعه. اضافه الى هذا بدينا التلقيح. بون، صحيح فما تخوفات
فما تخوفات نتاع موجة أخرى على خاطر الناس ما كسبتش المناعة بصفة كما قلت لك كبيرة، وأيضا فما حكاية هذه المتغيرات اللي فيروس هذوما السلالات الجديدة اللي فما منها السلالة اللي هي نتاع بريطانيا موجودة في تونس إلى حد الآن لهين معناها نقصي ولهين نعمله في التحاليل ما فماش انتشار كبير، لكن يلزمنا نكون واقدين. طيب أستاذ، اليوم التونسي مازال مش مقتنع، وإلا الحملة اللي قاعدة تتعمل من طرف السلطات التونسية وزارة الصحة تحديدا فيما يتعلق بالإقبال على التلقيح ما زالت يعني ما وصلتش للتونسي بالشكل المطلوب، ألا ترون أنه يجب تغيير طريقة الحملة وطريقة الاتصال من أجل إقناع التونسيين بضرورة الإقبال على التلقيح، خاصة أنه اليوم احنا كصحفيين مازلنا نسمع من المواطن التونسي ساعات يسألك ويقول لك يا اخي بالحق التلقيح هذا باش معناتها ينجم ما تجينيش من وراه اضرار، يعني حتى المخلفات نتاعو معناتها التاثيرات الجانبيه نتاعو المواطن التونسي مازال متخوف منها، كيفاش نجموا تغيروا ربما الاستراتيجي دو كومونيكاسيون باش تقنع المواطن التونسي انه يمشي للتلقيح وانه يقبل التلقيح هذا؟ هو خليني نجاوب انا على السؤال هذا. الحقيقه بالنسبه للتواصل مع التونسيين تعرفوا أنه أهم قاعدة في التواصل أنه إعطاء المعلومة وأنه أيضاً تصحيح المعلومة. إعطاء المعلومة اليوم هذه الفرصة باش تكون المعلومة موجودة ومحينة وكل ما فما جديد، ولكن ثاني شيء هو أنه تصحيح المعلومة. اليوم الناس اللي تحكي على الأثار الجانبية كان نجمتوا تشوفوا أنتم وأنه في العديد من الومضات وإلا وقت اللي تعديوا الناس اللي لقحوا أكدوا أنه ما كانش عندهم أعراض جانبية. فاليوم احنا عدينا المساج هذايا من دورنا أيضا وأنه نصحوا أنه هناك مخاوف، ولكن ربما هالمخاوف هذه غير مبررة، فإذا كانت غير مبررة أظن من الضروري باش نقولوا راهي مخاوف غير مبررة وباش نحسبوا أيضا شنو الخطر متاع عدم التلقيح، لأن خطر عدم التلقيح يوصلنا لأنه باش نوصلوا كمجموعة وطنية عندنا نسبة ضعيفة متاع ملقحين ومانيش باش نوصلوا باش نرجعوا نعيشوا حياتنا العادية. اليوم يلزم نعرفوا أنه التحدي بالنسبة لنا هو أنه نخرجوا من الأزمة اللي احنا عشناها، من الأزمة اللي احنا عايشينها، نلبيوا رغبة التوانسة في أنه يكون عندهم صحة جيدة، أنهم يقبلوا على الحياة، أنهم يخدموا، لأنه في مرحلة معينة تعرفوا اللي احنا وصلنا مانيش عارفين الناس باش تخدم ولا لا. فإذا كان احنا نحطوا اليوم هذه الأهداف ونشوفوا احنا ساعات راهو حتى واحد ياخو حتى غريب بسيط والا ياخو مرض بسيط فما عوارض جانبيه اللي هي صغيره، ولكن بالنظر للاهداف نتاعنا فاظن انه هذا لا يقارن، ومن الضروري انه نوضحوه، هذا دورنا اليوم باش نوضحوه، بالاختلاف مع انه معناها الى جانب ذلك باش تكون عندنا تواصل مباشر مع الناس ونكونوا نقدموا في كل نقطه هذه الوسائل. اخر سؤال سيلهاش من جديد، فما ناس مرضت وانت تو قلتها وما فقناش بها، وقلتوا انه راهو اللي ان برينسيب معناتها تعرض للعدوى يقعد فتره 6 أشهر باش يعمل التلقيح، لكن الناس اللي مرضوا واحنا ما فقناش بهم وباش يتلقحوا شنو الانكونفينيون اللي يجي يصير لهم، شنو اللي سكان اللي يسمو يتعرضوا لهم؟ السؤال هذا على خاطر معناها تطرح ديجا وفهمت اللي معناها الناس يزم تفهم حاجة. الحكاية متاع يعملوا بعد 6 أشهر بعد ما يمرضوا هذيك على خاطر المناعة اللي تمكنهم بالحماية ضد المرض موجودة أقل تقدير 6 أشهر وهي أكثر. أوكي؟ هذه حاجة. دونك ما حشتهمش باش يزيدوا يلقحوا قبل، والاستراتيجية اللي اعتمدت في عدة بلدان هما الناس اللي مرضوا باش ياخذوا جرعة برك 6 أشهر بعد ما عملوا المرض ويكفيهم باش يطوروا المناعة بصفة كبيرة ويبدأوا محميين لمدة طويلة. هذه حاجة. لكن اللي ما في بالوش وياخذ التلقيح ما يضرش بالكل. فما ناس في التجارب السريرية وهذا شفناهم خاطر تعرف الناس دخلوا في التجارب السريرية فهمتني وخذوا التلقيح وعملوا، فما ناس اللي خذاه اليوم ومن غدوة عمل السخانة وعمل الكورونا فيروس. التلقيح لا كي يبدأ معناها واحد مرض دباغ التلقيح مهوش بشي يعمل حاجة،
حتى كان يعملوا له التلقيح نهارتها ولا لافي ليله اللي باش معناها اللي باش يمرض من بعد، فهمت؟ دوك ما فماش مخاطر من التلقيح، هي كيف نقولوا 6 اشهر مش معناها 3 اشهر مخطر ولا شهر مخطر، مش مخطرين. دوك هذه لازمها تبدا مفهومه. وفيما يخص الاعراض الجانبيه توا السؤال، معناها كي نعملوا مقارنه راهو كل دواء وكل تلقيح فما اعراض جانبيه وفما احنا نقولوا له بالفرنسيه ريسك بينيفيس، معناها شنو هي الفائده وشنو الاعراض اللي قد تكون في التلقيح هذا، ما فما حتى مقارنه. الاعراض الجانبيه نعرفوها هي تتزامن مع تطور المناعه، بعد نهار نهارين فما تنجم سخانه تجي شويه، تنجم تجي وجاعه راس، ومدروسين ومعروفين. فما اعراض اخرى نادره جدا اللي يلزمها معناها العلاج، لكن هذا معناها ما يكون معناها حاجه ضئيله حاجه نادره. حتى الاعراض اللي هي تكون موجوده اكثر شويه كما قلت شويه سخانه وجاعه راس ماهيش مخطره ونستناوها ونعرفوها، لازم الناس زاده تعرفها وما تخافش. وكي نبداو ملقحين الفائده هي الحمايه من مرض اللي نجم يقتل ونجم يدي لحالات مخطره. دوك ما فما حتى مقارنه اللي ما نجموش نقولوا لا ما فما حتى شيء، نجم يصير اعراض لكن معناها معروفه وفي عدد ضئيل وفيها العلاج وعرفناها بالقداء احنا. علاش؟ على خاطر احنا تو اللي لقحوا، فما ناس لقحوا مئات الملايين في العالم واحنا تبعنا هذا كله وعندنا فرق متخصصه، وحتى التطبيقه هي اللي نتاع الايفاكس نتاع التسجيل هي تمكننا ايضا باش نتبعوا النوع هذا من الاعراض اذا وجدوا.